أعزائي الجزائريين، بتمنى إنكم تثبتوا هويتكم إنكم بشريين مش روبوتات معمولين بالذكاء الاصطناعي. حطوا لايك واكتبوا بالتعليقات تحيا الجزائر والله يرحم الشهداء. نعمل من أجلكم لا نأسف لإزعاج الرؤوس المربعة والمستطيلة وبطريق السحاري. صقر واحد صقور واحدة الروح. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بالصقر، يا هلا بطير شلوى، يا هلا بالحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي وأشواقي لطيور شلوى فرسان الديرة الصقور الرقم الصعب، وتحية خاصة لخالاتي وإلى كل الأحرار اللي ما اعتدوش المشهد واللي مستمرين في دعم أخوتهم في غزة بكل الوسائل المتاحة. شكرا من كل قلبي واستمروا، والنصر قادم ورب العزة قادم، ومن ينتظر سقوط غزة سيسقط. الشباب مبدعين، الرجال تدكم دك، رغم الألم ورغم الأسى ورغم الخذلان، لكن الانتصار سيسجل بأسماء رجال الأمة وأسياد الأمة، شاء من شاء وأبى من أبى. وبتمنى كمان تعملوا حملة مقاطعة مش لبس مشاهير العرب اللي عاثوا في الأرض فسادا وحرفوا الأجيال، بتمنى كمان تعملوا حملة مقاطعة للشيوخ النفاق اللي ما جابوا سيرة غزة، وحتى ما نهوا عن المنكر ولا أمروا بالمعروف في الحفلات اللي قاعدة بتصير عندهم. لوين وصلتوا؟ شماله شماله؟ بعيدا عن الذكاء الاصطناعي والفوتو توز وجماعة الرؤوس المربعة والمستطيلة، حنفرجيكم نموذج من عدة نماذج من الذكاء الجزائري. أخوي الغالي المبدع محمد دمير الرائع الجميل، هذا أحد نماذج الجزائر بالذكاء الحقيقي الجزائري. كل الدعم وكل الحب، واضرب والريح تصيح، وبراس مربع بصيح، ومراس مستطيل بتصيح. لسه قمح الجزائر أصبح كابوس القبح. منه للعالم الخير، اللي بتمنى للعالم الخير ربنا بعطيه الخير، ليش انتو هيك بتمنوا للعالم الشر؟ طلعتوا كل الإنجاز اللي عملوه الجزائريين، ومشروع الفلاحة وزراعة القمح، ذكاء اصطناعي، وانفضحتي يا مديحة يا مديحة، انفضحتي. اسمعي مشاهدين، نحن في ترندينج، سألنا قناة ميدي وان عن الدليل الذي استنتجوا من خلاله أن فيديو التلفزيون العمومي الجزائري معمول بالذكاء الاصطناعي، لكن لم يصلنا أي رد حتى الآن. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. ما حكينا ببلاش يا مديحة لأنها حتطلع الفضيحة، حكينا لمديحة إنه صقر واحد صقور واحدة، ما ردت. من عارف شو بدي أقول، مش عارف شو بدي أهدر، مش عارف. أنت جبتي لحالك يا مديحة، صارت الفضيحة هالقد يا مديحة. ما علينا، بما أني أنا إنساني وخذوا عنواني وتحية كبير حب من طرف واحد لأهل الأضرار الأبرار، مش مخليها بنفس الروس المربع ولا المستطيل. يلا هاي ميناء أضرار مع مزارع قمح جوا البحر لأول مرة، يلا مشيها وعملت لكم إياها على الذكاء الاصطناعي، يلا عشان تخدوها وتزوروها. يلا ها هاي هاي يلا يلا، هسا بدنا نفرجيكم قليلا من الحضارة الجزائرية اللي كلها فخر، والتاريخ الجزائري والذكاء الجزائري والمناطق الجزائرية والجزائر بشكل عام. قليلا مشاهدة ممتعة إلى كل الطيبين. ما شاء الله تبارك الله يا جزائريين، والله يحفظ بلادكم ويعطيكم كل خير لأنكم أهل الخير. كله بالذكاء الاصطناعي.
أما بالنسبة لآخر أخبار غزة، أنتم بتعرفوا الجيش المحتل المجرم ما زال يتشاطر ويستقوي على النساء والأطفال والبيوت والمساجد والكنائس والمستشفيات، ومسكر كل معابر المساعدات، وممكن يلعب لعبة يعني خطيرة جدا بعد تسكير كل المعابر على أساس الميناء اللي راح يجيبه من أمريكا ويحطه على شط غزة، ويكون فيه جنود أمريكان موجودين في السفينة اللي بدها تتلقى المساعدات، تمام؟ وفي حال انه رجال غزة شكوا في الموضوع وضربوا المينا، هيقولوا للعالم شوفوا احنا بندخل مستعدات وهالقصص. بس هاي الرسالة مش للوطن العربي، هذول مباطيح مش إلكم هاي، ولا للأمة المبطوحة 70%، لا لا لا، هاي رسالة لأهل غزة، كونوا مستوعبين الوضع وكونوا فاهمين اللعبة بس. أما بالنسبة لمجريات المعركة، ترى خلصت المعركة والجيش تايه قاعد بيضرب الحجر والطفل والامرأة، لأنه في مشاكل قاعدة تصير بين نتنياهو ورئيس الأركان ومع أبو دينين هجاري، وبقول لهم ما ضلش يعني تحرك سياسيا، ما ضلش، شو بدنا نساوي؟ والشباب قاعدين يدقوا فيهم، وأكيد قاعدين بتشوفوا البشائر، وإذا أنتم بتشوفوش البشائر تابعوني على إكس أو الانستغرام بتشوفوا البشائر، بشائر أقسم بالله هذول الرجال ما في منهم، هذول الرجال أسياد الأم كلهم، هم الأساس، والباقي الشنق وأكياس. هذول هم عزنا وفخرنا وشرفنا، بس إلى متى هذا الصمت يا أمي؟ إلى متى هذا السكوت يا أمي؟ أخوتكم يعني 17.5 من الصمود الأسطوري وأنتوا لسه بتطلعوا، 220 يوم وأنتوا لسه صافنين. يا أخواني اتحركوا، يا أخواني مش أكلتوا راسنا، بلاد الغرب يا أنا آسف، ضرب عندي المسجل، لأن أنا والعرب الأيام هاي 70% مش صحبي، لأنهم بضلوا يتنمروا علي ويتعنصروا علي. خلينا ناشد الأخوة المسلمين، سلام عليكم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. يا إخواني شو اللي قاعد يصير؟ لسه ساكتين يا إخوان، حدا يتحرك، حدا يعمل أي إشي، حدا أي يسجل التاريخ إنه قدرنا نعمل أي إشي، أي إشي أي إشي. يعني أنتوا قلتوا تقولوا رفح رفح، هم هيهم دخلوا رفح، شو مستنيين؟ أرجوكم أرجوكم بليز. طب ماشي أنتوا كلكم نايمين، طيب أبناء شعب فلسطين، يا ضفة يا داخل، إلى متى هذا السكوت؟ انقذوا غزة، انقذوا غزة، لا إله إلا الله، مش عارف شو بدي أقول، بس المدد جاي من رب العباد لهاي الأمة، والعار حيشيلنا. أوعى أوعى تطلع تقول لي أنا من هون أو أنا من هناك، وإحنا عملنا وإحنا سوينا، أوعى. إشي يوم الانتصار الوحيدين اللي لازم يفرحوا فيه بس أهل غزة وقربت، اللي راح يحرروا الأم كلها، هاي البقعة الجغرافية والأيام بيننا. معلش يا أهل غزة، إلكم الله أحسن من الكل، ولن يحدث شيء في أرض الله إلا ما كتبه الله، توكلوا على الله، حكمة ربنا في إطالة هاي المعركة إيجابيات إلكم، وبإذن الله راح تنسوا كل الألم والوجع والأسى وكل دقيقة استحملتوا فيها الضرب والأيام بين. تحيا غزة العظمى، غزة بلدة التوحيد، وتحيا فلسطين خالية من المبطيح وكتيبة البنشرجية وولاد فتحية والأمثال والخونة، يا مكثر الأصناف الموجودة في فلسطين اللي جابت العار للفلسطينية، بس بمثلوش الأبطال أكيد. وتحيا الجزائر بمواقفها، والله يرحم الشهداء ويشافي الجرحى. في الأمس انتصرت الجزائر بعون الله ثم بعون رجالها، وفي الحاضر ستنتصر فلسطين بعون الله ثم برجالها. والسلام ختام.